مبادرة نازحة في حضرموت لتعليم النازحات مبادئ القراءة والكتابة في ظل ازدحام المدارس الحكومية. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أضواء سهيل تشاهدون فيها المهرة، قطاع صحي خارج الخدمة، جبل حبشي، ملتقى العراقة والبساطة، سبأ ونوال، احتطاب النزوح والضرورة. لا لي 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 وضحت للفيلم موهبة مبكرة ومتعددة. مدرسة سمية في أبين، تعليم بلون الحوادث والمخاوف. السد، نادي سبأ الأول في مضمار التحدي والمنافسة. أهلا بكم. سعدية نازحة من محافظة حجة إلى حضرموت حولت خيمتها الصغيرة التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة إلى مدرسة لمحو أمية النازحات في مبادرة إلهام ونجاح واهتمام بالمجتمع. نتابع التفاصيل. سعدية أم لأسرة نازحة في حضرموت، فرت بنفسها مع أسرتها من جحيم الحرب في محافظة حجة لتستقر في خيمة صغيرة هي بيتها ومدرستها التطوعية لمحو أمية الأسر النازحة. كنا جالسين مرة في جلسة نسوان، بعدين النسوان قالوا نشتي ندرس نشتي نتعلم وإحنا جالسين كذا من دون تعليم، أقل شيء عشان يفيد أطفالهم في الدراسة. قلت لهم أنا بعلمكم. بعدين جات الفكرة وجمعنا الطالبات في السنة الأولى، أخذنا السنة الأولى صف أول، دحين اللي صف أول يوم صف ثاني، وأخذنا الترم السنة الثانية في صف ثاني. في هذه الخيمة الصغيرة جعلت منها سعدية فصلا دراسيا وقت العصر لاستيعاب جيرانها وأطفالها لتعليمهم أبجدية الحساب والكتابة كتربوية سابقة في هذا الحيز بعد أن ضاقت عليهم ساحة التعليم وفصوله. كان أول 55، 25 صف ثاني، و30 صف الأول، اليوم 24 صف أول و5 صف ثاني. أبرز الصعوبات ماشي كتب، ماشي مكان للتعليم، خليهم في الخيمة حقي شوف الوضع حقهم كيف، ما شاء الله متنافسين، ماشي زحمة عندهم، ماشي مكان مناسب مثلا للتعليم، ماشي كتب، ماشي للحاجة تشجع المرأة إنها تتعلم. احنا يعني نعمل جهدنا ونوفر اللي نستطيع عليه ونعلمهم حاجه بسيطه على المستوى اللي احنا نقدر عليه بس. بقره. تتفاوت اعمار الدارسين في محو الاميه في هذا المخيم بين كبار السن والطالبات الصغار، جهود ومثابره انعكست في اكساب الملتحقين مبادئ القراءه والكتابه، إضافة إلى تمكنهم من مراجعة دروس أبنائهم وكذا اقتحامهم وسائل التواصل بعد أن كانوا لا يجدون شيئا. كنت أول ما عرفت حاجة، ما عرفت نقرأ ولا أي شيء، ما بدعنا تعلمنا، علمتنا الأستاذة سعدية من الحروف من الكلمات من لما الكلمة من الحمد لله استفدنا من الكلمات، استفدنا من الدراسة، بس أنه نحن متحوصين انه احنا يعني بخيمه ما تدري اين تدرس هذا ولا هذه ولا، والحمد لله دراسه العلم نور، العلم نعمه، استفدنا من العلم، استفدنا من الصور اللي حفظتنا من الصور، يعني احنا الان بادعات شيء من 13 صوره، شيء من 14 صوره، شيء من 15 صوره، ما كناش حافظين والان حفظنا ما لنا شيء الحمد لله. ازدحام شديد على المدارس الحكوميه في حضرموت وطلاب نازحون خارج هذه المدارس، وبين هذا وذاك يتربص الضياع بمصير هؤلاء النازحين الذين دفعوا ضريبة التشرد وفقدان التعليم. فهمي برمادي، قناة سهيل، وادي حضرموت. مكتب الصحة بمأرب، مراكز وأقسام ومراكز عزل ومختبرات واكبت مآسي التشرد والنزوح، مشاريع قيد التشييد ومراكز للأمراض النفسية والسرطان ضمن خطط عام 22 في مأرب الصحة والطموح والنصر. التفاصيل في التقرير التالي.
أقسام مهمة وضرورية تلبي احتياجات المواطنين وأخرى قيد التشييد والبناء، هكذا تبدو المستشفيات الحكومية في مدينة مأرب التي لا تزال في استقبال متواصل للنازحين من شتى مناطق اليمن. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في مجال الصحة العامة والإسكان تقدمت المحافظة رغم ظروف الحرب، ظروف استثنائية نعيشها، لكن الحمد لله أن الوضع تحسن للأفضل، والتنمية يعني مستمرة، والدعم من السلطة المحلية ومن وزارة الصحة. مراكز عزل ومختبرات واكبت مآسي النزوح وجائحة كورونا وما سببتها الحروب، وعيادات متنقلة وأخرى ثابتة في مخيمات النزوح في السويداء والجفينة في مناطق تعد من أكبر تجمعات النزوح. نرى أنه هنا في القطاع الخاص الحكومي مدني شوية، العام يعني في قصور، والقصور يعني في كل حاجة، الكادر الطبي يعني ضغوطات عليه كذا ما يكفيش، يعني حسب ما نرى الطلاب الطبنا أصلهم يتوظفوا في قطاعات خاصة ويهملوا القطاع الحكومي. خطط استراتيجية للعام القادم وضعها مكتب الصحة بمحافظة مأرب، منها مراكز للأمراض النفسية والسرطان والعزل ومختبرات مركزية، بما يخفف من معاناة المرضى من سكان المحافظة والنازحين إليها، وبدعم من السلطة المحلية والمنظمات ذات الاختصاص. عندنا مراكزنا الأخرى كانت اليوم مستشفى الحصون، مستشفى كرة، هذا المستشفى الذي يشتغل على مدار الساعة لكل السكان. عندنا مستشفى الشهيد محمد هاي وضع على مدار الساعة لكل السكان، نقدم خدمات في مجال الصحة الإنجابية بشكل عام والولادات والطوارئ التوليدية، نقدم برضه في مجال الأطفال، برضه الأقسام الأخرى اللي هي في مجال الجراحة، في مجال الباطني، في كل المجالات تقدمها على مدار الساعة في المستشفيات التابعة لنا، مستشفى كرة ومن الهيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري. برضه تم تجهيز مستشفى وافتتاح مستشفى في السويداء للأخوة على أساس النازحين من مربع السويداء. الآن جاهزين في الصدد وتجهيز مستشفى في الجفينة، هذا المستشفى يخدم السكان الذي في الجفينة لأنه سكان كبير وأكبر نزوح أعتقد على مستوى الجمهورية. ومع كل ما يقدمه القطاع الصحي في المحافظة إلا أنه لم يلبي جميع احتياجات المواطنين كزيادة أعداد الأطباء الأخصائيين وإنشاء أقسام لبعض الأمراض التي تحتاج للسفر إلى محافظات أخرى. إلى قطاع الصحة في المهرة، حيث قصة من الركود والتدني ومعاناة السكان التي لا تنتهي. جهاز وحيد لكشف الإصابة المبكرة بسرطان الثدي في مستشفى وحيد ومعاناة أكبر فيما بينهما. التفاصيل مع أحمد الحرازي. معاناة كبيرة تتجرعها النساء وهن يقطعن مسافات طويلة من محافظة المهرة إلى المحافظات المجاورة لإجراء الفحوصات الخاصة بسرطان الثدي في ظل تدني مستوى القطاع الصحي بالمحافظة. تدهور القطاع الصحي جعل بعض الجهات العاملة في المجال الخيري تزود المحافظة بجهاز الماموجرام لتخفيف عناء ومشقة مرضى المحافظة الشرقية والحيوية. تم توفير جهاز الماموجرام الإشعاعي لسرطان الثدي أو الفحص الثدي المبكر، وهذا الجهاز إضافة نوعية للمحافظة، وهو أول جهاز يوجد في محافظة المهرة وأحدث جهاز بحمد الله. وعند فتح عيادة الفحص المبكر عمل على تخفيف العبء على كثير من الأسر، بحيث كان قبل كانت الأسرة تذهب إلى محافظة حضرموت، وتم الجهاز هنا يعني لما فتحناه خفف كثير من معاناة السفر والسكن في محافظة حضرموت والعلاج وغيره. ورغم مرور عدة أشهر على افتتاح هذا القسم بمستشفى الغيظة المركزي، إلا أن الإقبال عليه ما زال كبيراً، إقبال وحالات تقدر بالعشرات خلال الأشهر الماضية كما تقول إحصائيات طبية مختصة. بدأنا بالجهاز من عدة أشهر، وعدد الحالات الاستقبال أكثر من 40 حالة، وحالات أخذت أشعة وحالات لم تأخذ أشعة كانت استشارة. أنصح النساء أن يحضروا لفحص المبكر أو خاصة كبار السن أن يجوا يفحصوا،
لأن تطمئن على نفسها. يعد هذا الجهاز إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، حيث يستخدم للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيص أمراض الثدي كالأورام وما يتعلق بها. رغم الجهود الصحية المتاحة، إلا أن المرضى بحاجة كبيرة لتطوير المستوى الخدمي للمستشفى الحكومي الوحيد بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم. أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهيل، محافظة المهرة. الأسواق الشعبية في ريف تعز نكهة ريفية خاصة وموروث عريق يشهد حراكا وحركة وإقبالا. سلع ومنتجات ريفية مميزة وجذابة تنسي القادمين إليها عذابات الطريق ووعثاء السفر. المزيد في التقرير التالي. على رابط البساطة الريفية يتجول هؤلاء الناس داخل سوق جبل حبشي، السوق الذي يتميز بالعديد من المنتجات كالخضروات والفواكه وصناعة الجبن والآلة الحرثية. الجبن والشطف هذا المنتجات، ولا الأعقاب، ولا جميع المنتجات هذه حق الزراعة الزراعية، ومن السواء العلوق والعطواف، ومن الخدير، ولا من الضباب عطواف ضبابي يتكلف يعني إلى 5000 العطيف حق الضبابي، ومن الكلايبة البطاط والبصل، ومن وادي بن خولان برضه نفس الحكاية العنبة والمانجا، ومن نهر البركاني العنبة المميزة قد معروف لدى جميع الناس. سوق جبل حبشي نموذج لأسواق عديدة، أهمها سوق نجد قسيم وسوق البيرين وسوق النشمة وغيرها من الأسواق التي تحتفظ بنكهة العادات والتقاليد القديمة، الأمر الذي جعلها ملتقا للناس من جميع المناطق المجاورة لبيع وشراء منتجاتهم الزراعية والصناعية. على الزراعة ما الزراعة دائما الزراعة على زرعوا، بس الحين يزرعوا بطاط وزرعوا بصل وزرعوا من هذا اسمه قات وقات وكوسا، ولا هذا السوق هنا الرعية حقه من هنا من هذا، وفي ناس من بعيد من قريب ومن هذا مش من البلد كله، ونرجو منكم على على غرة الأسعار بترخيص. تشكل هذه الأسواق أهمية عند الزائرين لكونها الأماكن الوحيدة التي تأكل مما تصنع في شتى مقومات الحياة الريفية كهوية شعبية موروثة من الأجداد منذ القدم حتى يومنا هذا، وكذلك هروبا من قصف ميليشيا الحوثي وحصارها على المدينة، اضطر الكثير من أبناء مدينة تعز للنزوح إلى أريافها، مما ازدادت الحركة السكانية داخل هذه الأسواق ليختلط الطابع الحضاري للمدينة بريفها. رغم بعد المسافات التي يقطعها هؤلاء المواطنون، إلا أنهم يقبلون إليها بشكل يومي نتيجة للعديد من المنتجات التي تتميز بها هذه الأسواق. محمد الهتار لأضواء سهيل، تعز. يواجه مئات الطلاب في مدرسة سمية أم عمار بمدينة المخزن في أبين خطر انهيار مدرستهم المتهالكة على رؤوسهم في أي وقت. مخاوف كثيرة مع كل يوم دراسي يعيشها الطلاب مع أولياء أمورهم وسط مناشدات للمعنيين بالتدخل لوضع حل قبل حلول الكارثة. المزيد مع عبير علي. هو موعد المغادرة إذن بعد نهاية يوم دراسي لأكثر من 1000 طالب وطالبة في مدرسة سمية بمنطقة المخزن في مديرية خنفر بمحافظة أبين. الخروج من الفصول الدراسية أشبه بالخروج من خطر وشيك يهدد الطلاب، هكذا يصف المعلمون حال المدرسة بعد ظهور تشققات في جدرانها وتهالك الأعمدة الخشبية في سقفها. مدرسة سمية أم عمار فترة الصباحية والمسائية من المدارس القديمة في مديرية خنفر. عدد طلابها في الفترة الصباحية 1009 طالب. طبعا هي فترتين صباحية ومسائية. فترة الصباحية معنا أول وثاني يعني مختلط شعبها بشعبها بنات وأولاد. مدرسة سمية عمار رممت فترات
متتالية، لكن الترميم لم يفيدها بشيء، حيث أن الأرض سببت مشكلة في كل ترميم. السقوف شبه منهارة والجدران مشققة، لهذا أي ترميم للمدرسة السمية معمار لا يفيدها. مطلوب من الجهات المختصة بناء مجمع لسمية معمار، بناء مسلح، بناء حديث، ليس بناء شعبي. حالة الخوف لدى المعلمين من حدوث الخطر جاء بعد تعرض معلمة لإصابة في رأسها جراء سقوط مروحة في المدرسة. حوادث تتكرر داخل المدرسة دون وجود أي معالجات لإعادة تأهيلها في المبنى الذي يعد من أقدم المباني التعليمية في المديرية. أول بداية أرضية المدرسة شفتها أرضية معرضة للانهيار بالكامل من خلال تعرضها إلى الأرض، السقوف أكلتها الأرض، الأرض ملوحة بسبب وجودها بقرب من الأراضي الزراعية ومعرضة إلى فيضانات السيول. أيضا الصفوف من خلال زيارتها إن إحنا ما قدرنا إن ننقد البديل، مثلا عند هطول الأمطار وإذا اليوم الثاني نحصل الصفوف ملاه ما نقدر نحول الطلاب من ذا الصف لذا الصف، لأن الصفوف كلها بشكل عام كلها واحدة أول شيء، لذلك الصفوف ممتلئة بالطلاب، ازدحام الطلاب، لا يوجد أي بديل. أيضا المدرسة تعاني من عدة مشاكل، عدم وجود المنهج المدرسي فيها، عدم وجود سبورات حتى متنقلة بحيث أنك تضطر أنك تخرج الطلاب أو بعض الطلاب إلى الخارج. أيضا عدم وجود الكادر التربوي الكافي، عندنا نقص في المدرسين. المدرسة يعني وجودها في محافظة أبيان من القدم، وهي من المدرسات الأساسية بحيث أنها تعتبر مجمع فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، من أول إلى ثالث ثانوي في الصباح، ومن ثالث ابتدائي إلى ثالث ثانوي بنات في المساء. تقول المعلمات إنه لا جدوى من تعليق العملية التعليمية رغم تعاظم الأسباب، فلا بدائل متاحة، خصوصاً وإن الجهات المعنية على دراية كاملة بخطورة الوضع داخل المدرسة، لكنها تكتفي بإعطاء الوعود دون تنفيذها. حال قد يستمر كما هو عليه لسنوات قادمة، وطلاب يتقاسمون مخاوفهم هنا كما يتقاسمون أمانيهم بمستقبل يؤملون عليه ويرجون منه أن يكون جميل. لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبيان. طفولة صعبة وتعيسة يعيشها أطفال النزوح والتشرد منذ سنوات الحرب المستمرة. نوال وسبا شقيقتان وطفلتان تجسدان هذا الشقاء والتشرد، وهن يكابدن مهنة الاحتطاب في مخيم النقيعة بمأرب. نتابع التفاصيل. من بين التراب والصخور تنتزع سبا وشقيقتها نوال بصعوبة ما استطعن عليه من الحطب كوسيلة متاحة لإعداد الطعام لأسرتهن في مخيم النقيعة بعد نزوحهن من مخيم الرحمة بمارب في حياة كلها تنقلات من نزوح إلى آخر. غداء وعشاء نسوي بها نعمل هذا حاجة نقول وما إيش حضرت في مكان ثاني أنا بذكر بين الناس إيش بيتكم إيش بيتكم إيش معكم بيت خيمة ولا إيش خيمة وما عرش نازحين أنتم منين من الروضة الروضة كم قد لكم هنا لنا ثلاثة شهر ونص شهر ونص ليش نزحتم من هنا ليش نزحنا الحوثيجة. ككل الأطفال كان حلم الفتاتين سبا ونوال الالتحاق بالمدرسة لإكمال تعليمهن، لكن القدر أجبرهن على حياة واهتمامات كهذه، هم توفير خبز اليوم والحصول عليه كواجب يومي لطفولة تبدو هذه المهمة أكبر من أعمارهن كثيرا. ثابت غالب هو الآخر نازح من مخيم الحمة الذي أخلي بالكامل نتيجة استهدافه بالقذائف الحوثية ليصبح بلا مأوى هنا، فالمنظمات الإغاثية لم تلتفت له ولا لأسرته كما يقول. هذه أنا خيمتي، أجيت نازح من الحمة
وصلت لما هنا سجلونا المنظمات ولا دولنا أي شيء، لا رقموا لنا خيمة ولا دولنا يعني غذاء ولا دولنا أي شيء، لا بطانيات ولا فراشات ولا أي حاجة، موت إحنا البرد. حتى الخيمة والله أنها سلف عدا حق الناس، والله أنها سلف، ولا حتى رقموها. يعني منظمات يقاملوا ينقبوا الكفارات تدولهم، والذي هم مساكن شوية الذي هم مضررين ما يدولهمش أي حاجة. وإحنا تعبنا وإحنا نطالب يقولوا إحنا على المناديب، والمناديب مش موجودين، ما بش لمندوب ولا لقناه ولا في أي واحد. نزوح أكثر من 90,000 أسرة إلى 39 مخيما مستحدثا في مديرية المدينة والوادي خلال هذا العام، في ظل ظروف قاسية داخل هذه المخيمات المتناثرة المحرومة من أبسط مقومات الحياة والنزوح. شهدت محافظة مأرب منذ بداية سبتمبر من العام 2021 موجة نزوح قادمة من المديرية الجنوبية لمحافظة مأرب، الأمر الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 100,000 نازح. هؤلاء النازحون توزعوا على مديرية المدينة والوادي، منتشرين في المخيمات وفي الأحياء والحارات وبين أوسط المجتمع المضيف. كذلك قامت الميليشيات في شهر ديسمبر باستهداف منهج مدفعي على مخيمات النازحين، مخيم الرحمة ومخيم الحمة. كان بداخل مخيم الرحمة ما يقرب 298 أسرة، ومخيم الحمة 264 أسرة. الأمر أدى إلى تهجير هذه الأسر من تلك المخيمات إلى مديريتي المدينة والوادي. القصف الحوثي على مخيمات النزوح تسبب بنزوح مزيد من العائلات وأطفالهم، ما دفع منظمات دولية معنية بحقوق الطفولة من إطلاق تحذيرات تتحدث عن صعوبة تدخلها في إنقاذ هؤلاء الأطفال، لا سيما في حالة تدفق النازحين نتيجة التصعيد والبربرية الحوثية. لبرنامج أضواء سهيل هادي الحربي. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نتابع تفاعلات اليمنيين حول عملية حرية اليمن السعيد وأغنية الجيش المتجددة يمينا بمجدك يا موطني. أهلا بكم من جديد. تفاعل نشطاء في منصة فيسبوك حول قصيدة الصحفي المختطف عبد الخالق عمران المهربة من سجون الكهنوت الحوثي والتي يرثي فيها والده. وفي صدد التفاعلات كتب فؤاد المنصوري قائلا: في هذه الورقة قصيدة كتبها الزميل الصحفي عبد الخالق عمران في رثاء والده الذي ظل ينتظر خروجه من مختطفات الحوثيين لست سنوات ونصف حتى توفي حيرة وألما. رمزي الإبراهيمي علق قائلا: قصيدة تم تهريبها من داخل سجون الحوثي، يرثي فيها الزميل الصحفي عبد الخالق عمران والده الذي توفي بعد انتظار دام سنوات. بدوره علق عبد الرحمن جهلان بالقول: الزميل البطل عبد الخالق عمران الذي بات واحدا من رموز الحرية في وطننا يجعلنا نزداد إيمانا بمدى قوته وعظمته، ونحن نقرأ رثائه لوالده من وراء جدران أقبية سجون الميليشيات الحوثية. من جهته كتب يحيى البرعي: الزميل والصديق عبد الخالق عمران يرثي والده من خلف قضبان الحوثي، ويكتب الرثاء بحبر الأسى والحزن. أما أشرف الهاملي بدوره تفاعل قائلا: أي رثاء هذا الذي يحقن البلاد بالقهر ويصبغ وجهها بالوجع إن لم يكن هذا الرثاء المنبعث من الحشرجات والأنين. أما في موقع التدوين الأصغر تويتر فقد تفاعل الناشطون حول إطلاق التحالف عملية جديدة تحت وسم حرية اليمن السعيد. وفي سياق التفاعلات غرد أحمد عثمان قائلا: حرية اليمن السعيد معركة تحدد مرحلة جديدة من القوة والوعي في إطار الدولة على قاعدة الوحدة والجمهورية، رفضا للمشاريع التنزيقية التي تشكل خطرا على اليمن والمملكة، مرحلة ستحرق المراحل وتعطي معاني أجدى وأمضى للحزم والعزم. النائب محمد الحزمي غرد بالقول: من أجل حرية اليمن السعيد أرجو أن ننسى خلافاتنا ونوحد صفنا
ولا نسمح لأهل الشقاق منا، ونتوب إلى الله من معاصينا. يكفي 7 سنوات عجاف تجرعها شعبنا ونحن منهم. من جهته غرد عبد الله إسماعيل قائلا: حرية اليمن السعيد إرادة يمنية عربية لردع الظلم وهزيمة الارتزاق وكبح مشروع الولي الفقيه الذي عبث في دول عربية ليقبر بإذن الله في اليمن. عبدالله العليمي كتب: هذا الإعلان يليق بشبوة ومكانتها التاريخية ونموذجها في توحيد الصف، ويليق أيضا بالتحالف وقيادة القوات المشتركة التي تضع الخارطة اليمنية كلها بلون واحد، لون اليمن الكبير. فاليمن كان وسيبقى مرتبطا بمحيطه العربي وجواره الإقليمي، ذلك ما تقتضيه ثوابت الثقافة واللغة والدين والجغرافيا. عبد الملك المخلافي غرد قائلا: على القوى السياسية والوطنية اليمنية أن توحد صفوفها وخطابها السياسي والإعلامي خلف معركة التحرير واستعادة الدولة وتحقيق السلام التي حققت عديد الانتصارات ونبذ الخلافات والتباينات، والخطاب الذي لا يخدم الأهداف الوطنية وتعزيز أواصر الثقة بين القوى الوطنية مع التحالف العربي. عبد الباسط الشاجع غرد قائلا: انفراجة قادمة أتت بعد صمود أسطوري لمحافظة مأرب، عام كامل من المقاومة والفداء أمام الجائحة الحوثية، كسر أبطال سبأ حصار الحوثية كما كسرها الأحرار في حصار 70. أما عادل الأحمدي فغرد قائلا: هذا الإعلان التاريخي بشبوة يفرض علينا ألا نتحدث عن المرحلة السابقة، وأن نكرس تفكيرنا في دورنا اليوم وغدا في سبيل اختصار المسافة المتبقية لليمن السعيد. أما يحيى أبو حاتم فقال: المرحلة بحاجة إلى استنهاض كل الهمم والمقومات وتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات حتى نخلص اليمن من مرتزقة إيران، ولذلك أي صوت أو قلم يهاجم أي طرف أو مكون جمهوري أو يلبس رداء المناطقية فهو عدو لكل أبناء الشعب اليمني. عبد المحسن المراني قال: أكثر ما يزعج الحوثيين هو التحام العمالقة مع الجيش الوطني وتوحيد المعركة وتصويب البندقية باتجاه العدو الحوثي. أحمد علي المعطري: فنان الجيش وصوت الفداء طيلة عقود فائتة، يمينا بمجدك يا موطني. رائعة المعطري التي ما تزال حية وباقية وصالحة ومحمسة لكل البطولات والملاحم. نتابع التفاصيل. يمينا بمجدك يا موطني، ويا مهد كل فتاة. بعد أكثر من نصف قرن على غنائها وكأنها غنيت اليوم ألقا وجسارة توازيا مع ملحمة الجمهورية الكبرى اليوم، وقسم المجد بشرف النضال والمعركة والموطن والتضحيات الكبار. يمينا بمجدك وحي الجنود البواسل، رائعتان فنيتان وعطرى فنان الجيش. أحمد علي المعطري الفنان الذي أثرى الذاكرة الوطنية الثورية بملاحم حماسية ولوحات ومعلقات فنية مبهرات عاطرات خالدات عظام. لم يكن المعطري مجرد فنان يغني للجيش، بل فنان الجيش القادم من صفوفه ومن ساح ملحمة 70 يوما التي جرح فيها جرحا بليغا، فنان ومقاتل بصوته وسلاحه معا، متقدم متوهج بأغانيه وروحه. أنا الثائر الحر رمز النضال وجندي بلادي ليوم القتال، شربت المنايا كشرب الزلال وتعودت بالنصر هام الجبال، وحدثني الصقر عند الصمود فتوه فأثبت الرجال. مقطوعة يقف لها شعر الرأس مهابة وإجلالا، وكأن حنجرة المعطري تصدح بها الساعة لجيش الوطن الحامي والذائد عن شرف اليمن والعروبة من مأرب النسر والمجد والسد والحائط. وعلى ذات الحماس تبدو أغنيته حي الجنود البواسل لكل جندي سلام، أيقونة حربية بإيقاعاتها ولونها الحماسي المتدفق، ملهمة للجنود وهم يخوضون معاركهم على امتداد جبهات البلاد والجمهورية.
وقفنا على قمم شامخات، أردنا مصيرا وشئنا حياة، ترنيمة معطرية ما يزال حيا وشاهدا على الضحى المصنوع والمجد المستمد من صمود صحاري وجبال بلاقات مأرب، يمينا بمجد موطن سبأ، وإبرارا بعهود التحدي والانتصار. على فترتين يجري نادي سد مأرب الرياضي ميرانه اليومي على استاد سيئون الأولمبي، ميران يحدوه تطلعات لتحقيق إنجاز جديد برفقة ممثل المحافظة وبطلها الأول. التفاصيل مع عبد الرحمن المجمر. تأهبا لتصفيات أبطال المحافظات والمؤهلة إلى دور الدرجة الثانية والتي من المقرر إقامتها في الأيام القليلة القادمة، استأنف زعيم الأندية المأربية معسكره الإعدادي على الملعب الأولمبي بسيئون. على فترتين صباحية ومسائية تقيم الكتيبة السداوية ميرانها اليومي والعديد من المباريات الودية والتجريبية مع أندية محافظة حضرموت للوقوف عند المستوى بقيادة الكابتن طلال المرهبي. ابتدأنا بمعسكر في سيئون قبل فترة، والآن عدنا مرة أخرى ولدينا 3 مباريات ودية، والمباراة كانت مع أخواننا في نادي سيئون، ولدينا مباراة في تريم، ولدينا مباراة أخرى يوم السبت إن شاء الله. نحن نعد العدة من أجل نحن يعني نقدم تصفيات مشرفة وإن شاء الله لما لا التأهل إلى الدرجة الثانية. ما زلنا في إطار الإعداد وما زال اللاعبون في إطار الإعداد، نحن نقوم بتجهيز الخطط وإعداد التمارين وإن شاء الله القادم يكون أفضل. الأجواء الإيجابية تسيطر على معسكر الإعداد بسيئون، والطموح غير محدود يحمله شباب قادمون من مدينة لا ترضى بغير النصر على جميع الأصعدة، فيما يتطلع اللاعبون للمشاركة المشرفة التي ترضي جماهير وعشاق النادي في المدينة السبائية. أتينا إلى سيئون بإذن الله نستعد للبطولة في معسكر تدريبي إن شاء الله، ونكون قد المسؤولية وسنبذل طاقتنا بإذن الله، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية حتى تأتي البطولة وإحنا في أتم الاستعداد ونكون قد المسؤولة إن شاء الله. مكتب الشباب والرياضة بمأرب بإمكانات محدودة يقف خلف ممثل المحافظة وبطلها الأول في التصفيات القادمة والتي سيخوضها نادي السد غالبا في المجموعة التي تستضيفها محافظة شبوة. نقف خلف ممثل المحافظة نادي السد الرياضي. طبعا نادي السد سيكون ممثل المحافظة في بطولة تصفيات المؤهلة للدرجة الثانية، ونحن ندعمه بكل ما أوتينا من إمكانيات ولن نقصر. هو السد يقيم معسكره الثاني خلال شهر للاستعداد للبطولة، قدر المستطاع وفرنا احتياجات الفريق وتابعنا استعداداته، وإن شاء الله بإذن الله أن يكون نادي السد خير سفير للكرة المغربية ومثلها خير تمثيل. 40 عاما منذ تأسيس نادي السد والأنشطة الرياضية والثقافية تنظم بشكل دوري ومستمر للعديد من الأندية الرسمية والفرق الشعبية، كان آخرها بطولة درع الجمهورية والتي شارك فيها ما يقارب 1200 لاعب من مختلف الفئات العمرية. لبرنامج أضواء سهيل، عبد الرحمن المجمر. في فقرة تقاريركم تواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك طالب الإعلام في تعز محمد الحاج، وأعد لنا تقريرا حول الموهبة الغنائية والضاح الحذيفي الذي استطاع كسب قلوب أصدقائه ومحيطه الاجتماعي. والضاح الموهبة لديه طموح بتحقيق حلمه مهما كان الواقع مفعم بالعقبات والمصاعب. نتابع. لا لي 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 لي. الغناء طريق نحو الحياة وهروب من واقع أليم في آن، هكذا يردد المحيطون بالشاب والضاح الحذيفي وهو يجدو بصوته الساحر زوايا مدينة تتحلى بالفن وتتزين بالثقافة. أول ما بديت الفن وعمري 10 سنوات، مش فن أول حاجة، أول حاجة بدي إنشاد، فشوية شوية بديت أطور موهبتي وبديت أنشد مؤسسة السرطان وجمعية الأقصى وللأيتام، جمعية الأيتام، فشوية شوية بديت طور إلى الآن، فالحمد لله دعمت نفسي ودعمني أصحابي وأصدقائي وناس كثير يعني.
صديقنا وضاح حينما نجلس معه يطرب احنا بالفن بهرق الفن حقه كذا، نشعر بالطمانينه والراحه والسعاده حينما نسمع حينما نسمعه يغني لنا. قلوبنا يعني وكبرياؤنا له شيء عظيم، نراه شيء عظيم. نشكر صديقنا ورفيقنا وضاح على ما يقوم به تجاه أحبابه وتجاه مدينته. سهرانا موهبة لا يعرفها كثيرون، يسعى بها وضاح للخروج عن التقليد وجو الحفلات العابرة والفيديوهات على مواقع التواصل، يصقل حنجرته كي تأخذه إلى مستقبل يراه قريبا منه. من العواقب الذي نحن نلاقيها طبعا الوضع الراهن الذي نحن نعيشه، وضع الحرب ووضع الأزمة ووضع الحصار ووضع التعز حاليا. من الفنانين الذين سمعتهم بكثرة بكثرة طيب طبعا اللي هم الطربيين اللي هو أم كلثوم عبد الحليم حافظ، ومن اليمنيين كيمنيين معك الفنان محمد سعد والفنان أيوب طارش. حرم عليك تير من الغد، ملالات الحجرية وكلمات الفضول وصوت أيوب وهوى تعز النادر، جميعها عوامل أنجبت شابا بتوليفة غنائية قل ما يحدث. قد لا يجد هذا الفنان مسرحا ليقف على خشبته، لكن ها هم أصدقاؤه جمهوره والمسرح معا يتوسط الحلقة بينهم كي يطربهم بصوته وسط حفاوة وحماس يتخلله التصفيق. محمد الحاج لأضواء سهيل تعز. الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية تجنب أنفسنا كسائقي مركبات الحوادث المؤسفة. اتباع الإرشادات مسلك آمن للحيلولة دون الحوادث المرعبة التي يروح ضحيتها أبرياء وتلحق أضرارا بالممتلكات والسيارات. نتابع فقرة وعي. حوادث مرورية شبه يومية يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء موتا وإعاقة وتضرر في السيارات والممتلكات نتيجة اللامبالاة والتهور والاستهتار المتعمد من قبل بعض السائقين. لابد من أن يتم توعية مرورية متكاملة للسائقين. هناك بعض التجاوزات في بعض الأخوة السائقين وبالأخص صغار السن، مثل عكس الخط، مثل قطع الإشارة، مثل التجاوز الخاطئ، مثل الوقوف الخاطئ الذي يسبب عرق للآخرين. وهذه كلها الأشياء بيتم إلقاء إبهاء على الأخوة في إدارة شرطة السير، وكذلك تشكل عبء على المواطن ومرتاد الطريق. لابد من تعاون في هذا الجانب، ولابد من التزام من الأخوة السائقين وبالأخص أصحاب السيارة الإجرة الذي هم في يعتبروا في الطريق بشكل مستمر. لابد أن يكون وقوفهم وقوف نظامي وفي أقصى اليمين، وأن لا يكونوا يعني أكثر مخالفة في الشوارع. غياب الوعي بالإشارات والإرشادات المرورية وعدم الالتزام بالسن القانوني والسرعة الزائدة من قبل بعض سائقي السيارات الحكومية أسباب كفيلة بتزايد الحوادث يوما بعد يوم. رسالتي للأخوة السائقين أن يتم الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، وأن يكونوا عون لرجال المرور في أداء واجبهم، والالتزام بالإرشادات المرورية والإشارات المرورية، كون رجل المرور لم يوجد في الشارع إلا من أجل الحفاظ على سلامة هذا السائق وما يملكه. وكذلك رسالتي للآباء أن يحافظوا على أبنائهم وبالأخص صغار السن، وأن لا يكونوا عرضة للحوادث المرورية، وكذلك أن لا يكونوا عائقين في وقوفهم الخاطئ في الطريق، وأن لا يمنحوهم الثقة في قيادة هذه المركبات إلا بعد أن يخضعوا لدورات في الجانب المروري، وكذلك أن يتم منحهم رخص.
الالتزام بالقواعد المرورية مسؤولية مجتمعية على الجميع تطبيقها للحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث المتكررة وتخفيف الازدحام والمخالفات المرورية. مشاهدينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أضواء سهيل. انتظرونا مساء الجمعة المقبل بحلقة جديدة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.